بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يتم استكمال بناء هذا المخيم الإيوائي إن شاء الله بعشرات الخيام لإيواء أهلنا المتضررين المنكوبين بفعل الزلزال المدمر إن شاء الله. يتم هنا بناء 5 خيام إن شاء الله بتبرع كريم سخي من الحج غسان وأم السعد أكرمهم الله بثوب الصحة والعافية. هنا الخيمة الإيوائية الأولى سيتم فرشها وتجهيزها إن شاء الله، وهنا يتم البدء بناء الخيمة الإيوائية الثانية، وهنا أيضا مستلزمات الخيمة الإيوائية الثالثة، وهنا الخيمة الإيوائية الرابعة، وهنا الخيمة الإيوائية الخامسة. جزاكم الله عنا كل خير يا أهل الخير على هذا الكرم والعطاء لأهلنا المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب مدن وبلدات الشمال السوري. تم بعون الله تعالى وحمده تجهيز 5 خيام مع المستلزمات إن شاء الله من فرش وحرامات ومدافع من الحاج غسان وأم السعد حفظهم الله وأطال الله في أعمارهم بثوب الصحة والعافية. هنا الخيمة الأولى إن شاء الله، وهنا الخيمة الإيوائية الثانية أيضا تم تجهيزها بفرش وحرامات. جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله بهم وبأطفالهم وأموالهم.